ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من إسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ سنان حتاحت. أستاذ سنان، بداية مرحبا بك. تركيا أعلنت أن إخراج ميليشيا سوريا الديمقراطية من منبج سيتم في غضون 90 يوما، يعني كيف تعلق على ذلك؟ يعني هذا الأمر قد أصرت عليه تركيا منذ أن دخلت قصد إلى منبج، وكانت إحدى أسباب المباشرة لعملية درع الفرات. ينظر إلى وجود قوات سوريا الديمقراطية وعمادها، وحدات الحماية الشعبية، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، يعني هاجس، يشكل هاجس، وجودها هاجس أمني لدى السلطات التركية لانتمائها إلى حزب العمال الكردستاني. وقد جرت مفاوضات كل هذه الفترة السابقة مع الولايات المتحدة من أجل إخراجها، ويعني هذه النتيجة طبيعية للاتفاق الذي حصل منذ أسبوعين. وقد يعني تحدث زاووش أوغلو وزير الخارجية أن يعني الاتفاق قد تم، ولكن ينتظر الإعلان عن الجدول الزمني. وهذه أول مرة يتحدث يعني السلطات التركية عن مدة محددة وهي 90 يوما. يعني أمريكا تؤكد وجود قواتها في سوريا، يعني أنه أمر ضروري لمنع طهران من إقامة جسر بري إلى المتوسط. برأيك إلى أي مدى ترى واشنطن جادة فعلا في ذلك؟ يعني يجب النظر إلى الإدارة الأمريكية بأنها متعددة الأطراف وفيها يعني تيارات مختلفة. من الواضح جدا أن البنتاغون ووزارة الدفاع تنظر إلى وجودها في سوريا أنه ضروري لوقف مد الإيراني من جهة، وأيضا لمنع عودة تنظيم القاعدة أو عفوا تنظيم داعش إلى شرق البلاد. ولكن في المقابل نرى أن البيت الأبيض وبالذات يعني ترامب نفسه بشخصه يبحث عن خروج آمن من سوريا، وإلى تفويض أمن هذه المنطقة إلى لاعبين إقليميين، سواء كان بدعم من الخليج أو باتفاق مع تركيا. يعني لا يوجد لديه فكرة محددة كيف يريد الخروج، ولكن يبحث عن الخروج بشتى الطرق. أما عن وجود يعني عن وجود القوات الأمريكية اليوم، يعني ليست هي بتماس مباشر مع الميليشيات الإيرانية، سواء المحلية المدعومة من قبلها في سوريا أو يعني وحدات الحرس الثوري، بل يعني هي فقط في منطقة تمنع من تمددها الكامل على طول الحدود العراقية. أما بوجود الميليشيات الشيعية بالذات عند معبر البوكمال وعلى طول طريق تدمر الصحراوي، وأيضا في منطقة القدمون، الخط التواصل وقد تحقق. يعني يوجد اليوم لإيران خط بري مباشر يربط طهران إلى بيروت وطهران إلى طرطوس، وبدأت منذ مدة التباحث مع كل من السوريين، الحكومة السورية وأيضا حميمين، يعني وأقصد هنا روسيا. طيب، عن النظام السوري عقد من أجل إدارة أحد موانئ سوريا. أستاذ سنان، النظام السوري أعلن تسريحه ميليشيات مدعومة إيرانيا كانت مسؤولة عن حراسة عائلة الأسد في مدينة القرداحة في اللاذقية. إلى أي مدى ترى أستاذ سنان نحن الآن ربما أمام تصفية تدريجية للوجود الإيراني في سوريا؟ يعني بطبيعة الحال اليوم النظام يشعر بأنه قد اطمأن، وأن يعني لا يوجد داعي من أن يعتمد بشكل دائم ومباشر على أي ميليشيا محلية. وسوف نشهد من يعني تصاعد مثل هذه العمليات الأمنية وتفكيك بعض الميليشيات، ولكن بشكل غير متناظر. وقد نشهد يعني هذا النشاط بشكل أكبر ضمن المناطق التي يحظى فيها النظام بدعم شعبي مباشر، ولذلك وجدناها في منطقة الساحل، يعني حيث يوجد أبناء الطائفة العلوية المعروفين يعني بولائهم الانتباه التام للنظام. ولكن يعني أعتقد أن الموضوع
أصعب بكثير ولن نشهد مثيله في شرق البلاد، حيث يوجد ضرورة أمنية لوجود هذه الميليشيات. نعم. وهي ما زالت يعني إلى تاريخ اليوم تصطدم بشكل شبه يومي مع تنظيم مع بقايا تنظيم داعش، وكانت آخر معارك جرت الأسبوع الماضي عند محطة تي 2 وأيضا تي 3. طيب أستاذ سنان، أخيرا يعني لو سمحت في دقيقة واحدة، إلى أي مدى ترى أن روسيا نجحت في فرض شروطها على المعارضة؟ يعني أداء المعارضة السورية بالحقيقة يعني هو يعني مترهل جدا، وقد بنيت الهيئة المفاوضات أو الهيئة الجديدة للتفاوض على أساس مثايرة الروس بقراراتهم. اليوم هذا فشل طبعا يحسب للمعارضة، ولكن أيضا هو فشل يحسب للدول التي دعمت المعارضة طويلا، حيث نجد أن المعارضة هي آخر من يعني رضت ورضخت بالشروط الروسية، ورضخت قبلها دول الخليج وأيضا الولايات المتحدة وإلى حد ما أيضا تركيا. فاليوم لا يمكن التوقع أن تقوم المعارضة والتي تعتمد بشكل كامل على الدعم الخارجي أن تصطدم بروسيا بوحدها وأن تقاوم بوحدها. هذا لن يحصل دون وجود دعم دولي يقوم بتثبيتها وأيضا بدعم أجندتها الوطنية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ سنان حتحت.